الثاني نلقى البيت ممسوح مثل بداية أي شخص. دخلنا أكثر من 4 سيرفرات وكل مرة نمسح يقل حماسنا. ويوم من الأيام جتنا رسالة من الترايب الرئيسي قالوا شيلوا كل بيسكم حيواناتكم وجيبوها البرج الأحمر. السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. بكملكم مشواري في لعبة آرك وتحديدا في الليجسي. هلا والله هلا بالدعم. بعد ما ردينا هجمة درع الجزيرة قدرنا نسيطر على سيرفرين، سيرفر 23 اللي تكلمنا عنه في الجزء الأول، وسيرفر الصحراء سكورس إيرث اللي أخذناه للتنين والتفقيس، وكانت سيرفراتنا أمان لدرجة كانوا التحالفات اللي من خارج السيرفر اللي صارت عليهم هجمة مثل ما صار مع دراجونز جت عليهم هجمة ودخلناهم بترابنا عشان ما يضيع لوتهم ويسترجعون قوتهم. أتذكر وقتها وصل ترابنا أكثر من 100 لاعب وبنينا لهم مبنى خاص فيهم. واذكروا دراجون زين اني بذكر فضلهم الكبير علينا بنهاية المقطع. زي ما انتم شايفين تخيلوا ان هذه هجمة ما اخذت معنا حتى ساعة واحدة مع انهم جمعوا على اضعف بيس بسيرفرنا 23. ها جلدنا امه. كفو مسطول ذبحه. كفو يلا الثاني يلا. دراجونز قووا نفسهم ورجعوا سيرفراتهم. ومرت الشهور ومرت ايام الى جت ايام اعتزلوا فيها اونريه تراب لوغان. بعضهم ما يلعب الا قليل واللي له شهر ما دخل، فصار عدد تراب لوغان 9 الى 11 لاعب، فكان مره قليل مقارنه لعددنا اللي كنا عليه. قل العدد وتفرقوا لاعبين لوغان وطلعوا 7 لاعبين تراب لوغان اخذوا معهم بعض اللوت يعني حقت بنايه، وفتحوا لهم ترايب جديد اسمه ذا بيورج. لما طلعوا من عندنا سووا ترايب جديد في منطقة قريبة من الشاطئ. كانوا يجونا ومحهم أطقم تك وكل واحد مع أسلحة تك ولوت ما جبناه، حنا ما وصلنا هالشيء رغم أنهم كانوا ماخذين منا لوت بسيط حق البيس وأشياء للبناية. كان شيء غريب. مشت الأيام تقريبا كان وقتها على نهاية الليجسي اللي كان عبارة عن 3 مابات آيلند والصحراء سكورس إيرث ذا سنتر قبل نزول راجن روك أوبريشن. المهم يوم من الأيام اللي قبل فيه تواجدنا دخلنا السيرفر ولقينا البيت ممسوح بالكامل ولا حبة فونديشن لنا. هل هي هجمة؟ هل هي غدرة؟ وإن كانت غدرة من بيغدر؟ ما حد كان يتوقعها أبدا بتصير، ولكن هذه آرك كل شيء فيها جايز. طبعا تذكرون في الجزء الأول لما كنت أتكلم عن فزعتنا الفايكنج في صباح العيد وإن ضحينا بكل ما نملك عشانهم. اليوم جو غدروا فينا. ومسحوا بيسنا جو الفايكنج وقالوا اننا حرامية، قالوا ان لوغان حرامية وان نسرق من لوتهم التك واتهمونا ان حرامية. فانا اول ما جاء في بالي ترايب ذا بيورد ذكرت لما كانوا يجونا ومعهم تك ولوت صعب الواحد من المستحيل انه يجيبه في اسبوع واحد. عرفت انهم ورا كل هالمشكلة كنت زعلان منهم مرة لان بسبتهم جات الغدرة وطاح ترايب لوغان. طبعا انا ما خليته في خاطري ورحت على بيسهم واخذت كل اللوت ورميته لانه من حقنا، هذا شيء مقدم من عندنا. صحيح اي لاعب بيشوفه لوت قليل وما يستاهل، لكن هذا بالليجسي يعتبر كنز ترايب. بعد ما طحنا بالغدره وبعد ما انظلمنا اعترفوا 2 من ترايب ذا بيوت انهم كانوا يدخلون بيس بايكنج ويسرقونهم والى اخره. فكانت هذه نهايه سيرفرات الليجسي. بعد تقريبا 4 الى 5 شهور في وقت نزول ماب جديد واللي هو راجن روك
ومعها كانت بداية الأوفيشال اللي هي إلى الآن موجودة. مع بداية سيرفرات الأوفيشال الجديدة قعدنا نفكر أنا واثنين من أخوياي نفسهم اللي بدينا اللعبة مع بعض، فقعدنا أيام نفكر كيف نرجع لوغان. دخل معنا طرف ثالث من أخويانا وكان جديد على آرك، ما كان يعرف في آرك إلا ود عمه. لما سألناه عن ود عمه طلع أونر ترايب دراجونز اللي هم كانوا تحالفنا من الليجسي. فتوسط لنا ودخلنا سيرفر 4-3-5 دراجونز، دخلوا معهم في ترايب وبدينا معهم على أساس نشتغل نضبط وضعنا بسرعة، لأن الناس وصلوا الجيجا وحنا تونا ما بنينا. بعد قرابة أسبوع تقريبا يعني طلعنا واخذنا تحالف رقم 11، يعني باقي آخر تحالف يمتلي السيرفر. بنينا ترايب من هنا انطلقنا بمسمى القديم لوغان. مع الوقت صار ترايبنا أكثر عدد جيجات بالسيرفر، وكلمونا ترايب دافير على أننا نكون ترايب واحد، فأنا وافقت وسوينا ميرج، يعني دخلوا معنا في الترايب. دافير دخلوا معنا بلوتهم بعددهم، صار ترايب لوغان أكثر من 40 لاعب. اختاروني أونر على الترايب بحكم أني فاهم واستمريت لسنة كاملة. بكمل قصة مشواري في آرك في الجزء الثالث إن شاء الله، وراح أتكلم عن غدرة المافيا وكيف تعاملنا معها، وعن قصة وقفة 11 ترايب لي والترايبي واللي هم ذا فاير وذا هوبتس ودراجونز وفايكنجز وراستا وستارك وبلاك روز وكريبس وبليفن وسوات وجينجن. بالمختصر الجزء الثالث راح يكون جلد.